يا كارينا ما تتكلمي ساكتة ليه؟ عايزنا نقول ايه يا عبد الحكيم؟ انت اللي طلبت تبقى معايا. ان جيت للحق كنت مستنياك انت اللي تطلب. لو هتتكلمي في موضوع المراز ليه؟ لا انا جاي اقعد هنا. ايه؟ خلاص ماليش حاجة هناك، لا بيت ولا فلوس. وان جيت للحق حاسة ان روح عبد الله بتحوم هنا في البيت، وانا عايزة ابقى جنبه. ايه المطلوب؟ انا عايزة اخر ايامي تبقى هنا واتدفن جنب عبد الله، وانا مرات اخوك في الاول وفي الاخر، يعني بيته هو بيتي. انا عايزة اقعد معاك يا عبد الحكيم، وما شاء الله البيت هنا كبير واوض كتير يستعمل حبايب الف، وانا مش عايزة الا اوضة اقعد فيها واتونس بيكو وبحسكوا معايا. طب والبنات؟ والله اللي عايزه تيجي اهلا وسهلا، اللي عايزه تخليها هناك هي حره. كلام اهدى يا كريمه، عايزه البنات يقعدوا في مصر لوحدهم؟ والله اللي هتؤمر بيه يا كبير يمشي صيف على رقبتنا كلنا. ده الرضا ده كله عايز الحق. انا فكرت، هو انا يعني عايزه ايه من الدنيا غير ان بناتي تعيش عيشه كريمه ومستريحين؟ على الاقل اضمن لما يجوا هنا هيتجوزوا جوازه كويسه. وانا ما عنديش مانع يا كريمه. كنت متاكده من طيبه قلبك. انسي، انا لا يمكن اعيش هنا ابدا. بقول لك ايه؟ وطي صوتك. هتعيشي هنا غصب عنك ومش عايزه كلام كتير، انت سامعاني ولا لا؟ يا ماما ايه اللي يخلينا نقعد هنا بس؟ ما احنا حياتنا كده كده في مصر، يبقى نيجي هنا ناخد اللي لينا ونتكل على الله بقى. يا بنت انت عبيطه، هي بيضه هنمد ايدينا في السله ناخدها؟ ده الموضوع كبير قوي يا زينب، عشان خاطري يا حبيبتي اعملي اللي انا بقول عليه من غير اي مناقشه. طيب بس انا من حقي بقى ان انا افهم. هفهمك بعدين بعدين. شمس تعالي. ايه يا رب؟ امك فين؟ ها؟ اهي فوزيه. نعم يا اخوي. جبريه فين؟ جبريه عيانه. ها؟ بقول لك ايه؟ توضب الاوضه الكبيره عشان كريمة هتقعد فيها هنا على طول. نعم؟ تقعد هنا فين؟ هنا يا فوزية في البيت الكبير، مش ده برضو بيت عبد الله ولا أنا غلطانة؟ وهتسيبي مصر؟ خلاص يا حبيبتي، ما بقاليش حد في مصر ولا لي حاجة هناك، قلت أجي هنا البيت الكبير في حضنكو في وسط أهلي في وسط عزوتي، ولا إيه يا عبد الحكيم؟ عين العقل يا كريم. عندك رأي تاني يا فوزية يا أختي؟ الحق يمه. كريمة مرات عمي ناوية تقعد هنا في البلد على طول. ما تقعد. ما تقعد؟ دي ناوية تقعد هنا في الدار، وأبويا قال فضلها الأوضة الكبيرة. هو قالك ده؟ أيوة قالك ده. وعمتك فوزية قالت ايه؟ عمتي هتقول ايه بعد اللي قال ابويا؟ ولا ليها رأي. قالوا ايه؟ جاية وجايبة بنتها في ديلها. انا مش مطمنة، حاسة ان في حاجة هتحصل بعد الكلام ده. طب روحي روحي. خبر ايه يا كريمة؟